إثبات تحريف القرآن يسقط نبوة النبي؟ لا عزيزي معك، شنو الحد؟ شنو الربط بيناتهم؟ حجة؟ والله عزيز أنا القضايا ما أدورها، أحكي لك إياها يعني. ولعله ذكرت سابقا، لعله لما ذهبت إلى عام 2014 إلى إيران قبل 10 سنوات، وجدت واحد كاتب اسمه كاتب حجة الإسلام والمسلمين شيخ جميل البزون، أنا قمت أعاين عليها وأضحك. حتطلع بعدين هو عربي، يعرف يحكي عربي من حوز من الأحواز يعني. فقال لي ها شيخنا تفضل. قلت له أنا هذا حجة الإسلام والمسلمين. يعني إحنا ما أنا والله يعني قالها او ما قالها يعني يعني ما اعتقد ان لها قيمه يعني. هسه كلمه شيخ كافي. لا مانع عزيز، لا مانع من شراء صور الائمه اللي هي صور مو حقيقيه، ماكو مانع. اللي عنده سؤال حول اللي عنده سؤال حول الموضوع يا ريت يكون حول الموضوع حتى تصير وحدة كلام، وحتى الموضوع أيضا نستفيد من عنده، لأنه إذا ما كان نفس الموضوع يصير يعني تشتت لل يعني للكلام. عزيزي دعاء صنمي قريش دزة حتى شوفوا هذا الدعاء موجود أو ما موجود.